ضبط نشاط وسائل الإعلام الإلكترونية والتي تحصي حالياً قرابة 150 موقعاً من خلال مراجعة القانون العضوي للإعلام أبرز محاور ورشة تفاعلية حضرها مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي في الجزائر. المهمة تاعنا كوزارة الاتصال إنتاج مضمون جزائري قوي على الشبكة. أنتم مدعوون جميعاً أساتذة باحثين أكاديميين ومهنيين صحفيين لإطراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار. اللقاء كان فرصة لتشخيص واقع الإعلام الإلكتروني وتقديم اقتراحات لتنظيم فعال لهذا الإعلام الجديد. صراحة هي مبادرة جد جيدة وإيجابية، وطبعا لا يمكننا إلا تثمينها لأنها رايحة تحدد معالم استراتيجية ستساعدنا في هيكلة قطاع الصحافة الإلكترونية، وفي نفس الوقت ستعمل على ترقيتها، وهذا بطبيعة الحال بمشاركة خبراء وتقنيين في مجال الإعلام، في مجال القانون، وفي مجال عالم الاتصالات. الفاعلون في المجال عبروا عن مواقفهم في أكثر من اتجاه، مطالبين بالمساواة مع الجرائد المكتوبة، خاصة فيما يتعلق بالإشهار والتمويل. عندما نتكلم على التمويل يعني نتكلم على الإشهار العمومي، يعني الإشهار العمومي كما تعلمون أن الإشهار العمومي عن طريق الوكالة الوطنية للإشهار لانيب، يعني المؤسسات يعني والصحف الإلكترونية ليست معتمدة وليست يعني قانونيا ليس لها وجود. ينبغي أن يكون هناك قانون مثل ما هو قانون للجرائد خاص بالمواقع الإلكترونية، يحفظ لها هيبتها ويمكنها من الإشهار ومن أداء عملها، ووضع دفتر شروط يجب على المواقع أن تلتزم به حتى نسد الطريق على كل متسلق وعلى كل دخيل على المهنة. وفي انتظار وضع أطر تنظيمية لنشاط الصحافة الإلكترونية، يتوجب على أصحاب المواقع غير المصرح بها تسوية وضعيتهم القانونية.